اهلا بحضراتكم في الفقره الاخيره من الحلقه الليله دي، اللي هي حلقه خاصه عن 3/7، وكنا استعرضنا في الفقرتين السابقتين مع الحاج عبد الرحمن شكر والدكتور احمد والدكتور حاتم والاستاذ قطب العربي والدكتور احمد رامي والدكتور عصام عبد الشافي والاستاذ مستشار وليد، كنا استعرضنا الجزء خاص عن الدكتور مرسي رحمه الله عليه الشهيد، ثم استعراض كنا دخلنا في مساله الخروج الى المستقبل والامل، ووصلنا الى كان اخر الفقره هو انه بعض الشباب شافوا او هناك اشباح بان احنا ممكن تعدي سنه 2019 وندخل في 2020 نقعد نفس القعده كما ذكر احد الشباب هناك. ايضا الشباب شايفين انه في ملامح، انا هضطر اقولها صراحه مع تحفظ الدكتور حاتم عبد العظيم والاستاذ قطب العربي والمستشار وليد والمستشار ايمن الورداني، انه في فشل، انا هضطر اقولها رغم تحفظ الاساتذه. لكن في الفقره دي او في المحور ده ان شاء الله هنتكلم على هل في فشل فعلا ولا احنا مبالغين شويه. في المحور ده معانا الاساتذه الاستاذ خالد اسماعيل عضو المكتب السياسي لحركه الشباب 6 ابريل، اهلا بحضرتك. الاستاذ عمار فايد الباحث السياسي، اهلا بحضرتك استاذ عمار. وايضا الاستاذ منير حامد الكاتب والمحلل السياسي، اهلا بحضرتك. والاستاذ ياسر فتحي الباحث السياسي. يعني كده معانا تقريبا 2 باحثين سياسيين ما شاء الله، وهنعتبر استاذ منير نعتبر حضرتك باحث برضو يعني اذا جاز اللفظ. نعم. على كل حال والفقره دي هيكون دور حضراتكم فيها اكتر، مش بس للاساتذه اللي على المنصه لكن لاساتذتنا اللي موجودين ولا زالوا موجودين، وبشكرهم جدا على روح، في روح حاصله في القاعه دلوقتي انا الحقيقه لفت نظري، انه المستشار ايمن الورداني بيتكلم وينزل ويقعد تحت، الاستاذ قطب العربي، الحاج عبد الرحمن شكر، استاذ الدكتور احمد ذكر الله، الدكتور حاتم عبد العظيم، مش عايز اقول اسماء، الدكتور احمد رامي، الدكتور عصام الشافي، والناس بتسمع وبتقبل ادوار، والدكتور محمد الفقي، الاستاذ محمد الفقي، الناس بتسمع وتقبل ادوار وتقبل المناقشه والله في اطار من السلاسه ما شاء الله عليهم. يعني انا لو دي نخبتنا فانا بشكرها جدا، وانا بحمد ربنا على النخبه دي بصراحه، عشان بس اقول للزميل ان النخبه او الاخ ان النخبه ما هياش بالتصور اللي حضرتك يعني شايفه غامق قوي كده. لكن خلينا نبدا السؤال للاستاذ منير حامد. استاذ منير، اصطفاف ما بعد رحيل الدكتور الشهيد محمد مرسي، حضرتك شايف انه انا الاوان دلوقتي ان احنا نصطف، ام ان الكلمه اصبحت فعلا كلمه سيئه السمعه؟ يعني اظن لابد الاصطفاف بشكل مع كل القوى السياسية الموجودة في الداخل والخارج. الشيء الأهم بد أن تقدم خطوة للأمام إلى النظام. أي. إلى النظام؟ إلى النظام. نقدم إحنا خطوة للنظام؟ لا، مش لابد أن يكون هناك خطوات بحيث الإفراج عن السجون المساجين السياسيين، الإفراج عن كل السجناء السياسيين. الخطوة ربما كانت في بيان الإخوان الذي الحقيقة لم أقرأ. موجود. لم أقرأ. موجود. ولكن أنا سمعت من أحد الإخوة في الإعداد أنهم تكلموا على ربما أحد الأشخاص، يعني مش عاوز أتكلم عن اسمه، أنه ربما أنه بيتقدم خطوات للأمام، ليس رأيي ولكن ربما أشجع الرأي ده ربما للسجناء السياسيين. هناك حقوق ضاعت، وهناك شهداء ماتت بالفعل، وهناك يعني أكثر من اقتصاد انتهى. وتقريبا كنت أتحدث مع الدكتور ماذا لو أعلن مثلا عبد الفتاح السيسي إفلاس مصر، ده بالنسبة للشأن الاقتصادي. وده الشاب سأل هنا سؤال، ماذا لو، ما الحل في الورطة دي؟ الحل في الورطة الحقيقة هو لو راح فعلا للصين كارثة. طيب خليك معايا يا استاذ منير، هرجع لحضرتك على طول، بس خليني اسال استاذ خالد اسماعيل. اصدرت جماعه الاخوان المسلمين بيان ثاني، لانه هو حط في دماغك ان في بيان اول وبيان ثاني. هم نفس المصدر واحد. لا نفس مش كده يا استاذ قطب؟ المصدر واحد؟ اه بس الاثنين اخوان. انت ما بتتكلمش ليه يا استاذ قطب؟ انت ما تاخد المايك وتتكلم. مش مستنيك. ايه الفرق؟ ما هو خالد، الاستاذ خالد لازم يعرف ده دلوقتي، يعني خلاص هو في بيان عند حضرتك النهارده صادر من جماعه الاخوان المسلمين، فخلينا نتكلم في هذا البيان. هو اللي سال مش انا اللي سال. ماشي ماشي، خلينا نتكلم في حدود البيان اللي موجود. اذا البيان حضرتك اطلعت على البيان الثاني ده؟ لا للاسف
طيب البيان الثاني الحقيقه انا طبعا صعب اقراه كله، لكنه الحقيقه بيان من وجهه نظري راقي جدا. ما اعرفش وجهه نظر الاستاذ قطب اخباره ايه في البيان. البيان اللي صدر النهارده طبعا انا شايف انه بيان من افضل البيانات التي صدرت في الفتره الاخيره، مكتوب بلغه كويسه، بيحمل رسائل كويسه حتى وان كان الكثير منها تكرار لمواقف سابقه، لكنه مفيد، تكرار مفيد التاكيد عليه. تمام. في هذه اللحظه في حاجات جديده، مثلا زي فكره يعني انه جماعه الاخوان المسلمين نفسها تتصدى مباشره لفكره دعوه حوار وطني يعني وما الى ذلك. طبعا في كلام كتير قبل كده عن الحوار والاصطفاف، طب خلينا ندي الاستاذ خالد عمل المفترض، ندي الاستاذ خالد والاساتذه فكره سريعه البيان، ومعايا الاستاذ قطب يفكرني لو انا نسيت. البيان جماعه الاخوان بتدعو كل الحريصين على مستقبل مصر الى الوقوف بكل توجهاتها وانتماءاتها الى مائده حوار كما ذكر الاستاذ قطب، بتدعو المؤسسه العسكريه الى مهمتها الاصليه والحفاظ على ارض مصر ونيلها، جددت جماعه الاخوان عدوهم مع الله ثم مع الشعب على مواصله الكفاح. البيان بيقول ان الشعب وثوره 25 يناير الشعب هو صاحب السياده، هو مصدر السلطات، وعليه التعويل في اسقاط هذا الانقلاب وانتزاع حريته والقوى الثوريه في القلب منها. أيوة. شهداء ثوره 25 يناير هم رموز التضحيه والفداء ومشاعر الحريه والوجه الحضاري لهذا الوطن، وانه عدم التفريط في الاهداف الوطنيه النبيله اللي تستشهدوا من اجلها. الاحرار في سجون العسكر هم رموز الوطنيه وهم الكنز الحقيقي لهذا الوطن. ما ميز البيان اي معتقلين بيتكلم، لكن بيتكلم عنهم كلهم، وعلى صخره صمودها وثباتهم وتكسرت كل محاولات الانقلاب. المقاومه المدنيه السلميه هي اختيار الشعب المصري واختيار الاخوان. وحده الصف الثوري ضروره لاسقاط الانقلاب، والحد الادنى هو الاتفاق على مشروع وطني جامع. برضو المواطنه هي اساس بناء، وده مهم جدا، المواطنه هي اساس بناء الدوله المدنيه الحديثه التي نسعى لبنائها بعد اسقاط الانقلاب، والشراكه الوطنيه الاساس والتوافق بين القوى الثوريه واساس اتخاذ القرارات. مؤسسات الدوله بما في ذلك الجيش والشرطه والقضاء والاعلام هي ملك الشعب، والحفاظ عليها مسؤوليه وطنيه، لكن يجب اصلاحها وتطهيرها. العداله الانتقاليه الناجزه هي الاساس في محاسبه كل من اجرم في حق شعب مصر، سواء من قاده الانقلاب او ادواته في اجهزته القمعيه. التعذيب والقتل العشوائي بمنع العلاج او تلقي الدواء او الاخفاء القسري والتهجير، جرائم لا تسقط بالتقادم، القصاص العادل لدماء الشهداء وتعويض اسرهم وجبر الضرر، تدويل قضايا الشهداء وعلى راسها قضيه الشهيد الدكتور محمد مرسي وقضايا المعتقلين والمختفين قسريا، واجب انساني مشترك. اخيرا سقوط الانقلاب امر حتمي وان طال الزمن. تعليق حضرتك. طيب هو اولا يعني انا الكلام ده انا سمعته كتير قبل كده، يعني بيانات كتيره بتحمل نفس المعنى ونفس المحتوى والمضمون انا سمعتها قبل كده على مدار 5 سنين انا كنت موجود انا فيهم في اسطنبول او حتى وانا كنت موجود في القاهره. دي مبادئ عامه ما حدش يختلف عليها تماما، كل اللي اتقال في البيان ده كله كلام عام تمام، ولكن خليني اقول لحضرتك ايه اللي يعني احنا بنتفق على مبادئ عامه، ايه اللي يخلي القوى الثوريه او القوى السياسيه او القوى المدنيه او شركاء الثوره ييجوا خطوة أو يقربوا خطوة ناحية جماعة الإخوان المسلمين؟ خلينا نتفق أنه الفترة اللي فاتت ديت يعني عندنا في جدار، لا مش جدار، جدران من عدم الثقة اتبنت من أول 19 مارس لحد 19 نوفمبر و16 12 ورابعة العدوية لآخره، في جدران من عدم الثقة اتبنت. فمش هقول كلام عام هو ده اللي هيصلح الدنيا ولا هو ده اللي هيحل الأمور تمام. الدعوة دي أنا سمعتها كتير قوي، موضوع الاصطفاف ده. ده رأي حضرتك. اروح للاستاذ ياسر. استاذ ياسر تعليق حضرتك على مش عارف ولا على كلام خالد؟ لا خالد هلا عليه ده. طب اتفضل. يعني انا متفق مع خالد، لو كان عشان بس انا ليا عده بحوث في موضوع تحليل البيانات. البيانات اللي بتصدر من اي جهات رسميه عشان يكون ليها ضوء يعني فائده في التحليل لازم يكون الكيان فعال او مؤثر نشط او يمكن ان يكون فاعل، وبالتالي البحث عن التصريحات او البيانات او الوثائق بتستمد قيمتها من الفاعليه. يعني في وسط ما كان الاخوان فاعلين في فتره ما بعد الانقلاب او قبل الانقلاب او 25 يناير، فالاخوان تخرج بتصريح في 10 فبراير 2011 انها لن تتقدم مثلا الى الترشح للرئاسه، سطر مختضب، لكن دلالته وفائدته وتلقف القوى الداخليه او العالم له كبير جدا، لان الاخوان فاعلين على الارض وقتها.
وبالتالي المطلوب الآن هو مش إعادة إنتاج مضمون أو فكرة صحيحة أو سليمة. وبالتالي ده مش أنا مش زعلان يعني الكلام اللي قاله الأستاذ القطب تكرار الكلام الكويس كويس، لكن هو المطلوب الآن هو إن عشان الكلام ده يتحول لروح ويتحول لفعلية في أشياء أخرى لازم تتعمل زي مش بس للإخوان. اديني منها بس اديني منها مثال. لا المطلوب بقى هنا مش من الإخوان، خلينا بقى الوقت الحالي ده مش من المطلوب من الإخوان أو أي من القوى السياسية التقليدية أن تفعل شيء، لأنها ثبت بالدليل القاطع أنها عاجزة غصب عنها. الوضع وصل لحالة معينة من العجز، تلقت كم كبير جدا من الضربات والاستنزاف. قوى السياسية التقليدية أو حتى الجديدة اللي حاولت تنشأ بعد 25 يناير لا الآن لا تستطيع الحركة. لو بنقارن ما بين الوضع قبل 25 يناير 2011 كانت القوى السياسية عاجزة، عجز عن الحراك السياسي، جماعة الإخوان المسلمين، الأحزاب التقليدية، الوفد إلى آخره، ده كان أدعى أن تخرج حركات أخرى تحاول أن تساعد هذه الأحزاب التقليدية. كويس كويس. فظهر قدم على فكرة الأستاذ مهدي عاكف الله يرحمه مبادرة الإصلاح. أيوه. لكن بعد كده أصبح هناك أدوار أخرى، ظهرت حركة استقلال القضاء، حراك استقلال القضاء ده ساعد الإخوان المسلمين بالمناسبة، ثم ظهر حراك تعديل المادة 76 و77 اللي هي محاولة حسني مبارك أنه يورث ابنه، فبقى في حراك في الشارع ضد. لو اكتفوا الناس بالأحزاب التقليدية أو الغير ما كانش هيحصل تغيير. ثم ظهرت حركات صغيرة زي شباب الأحزاب الصغيرة اللي كانوا بيلتقوا في اللي هم بعد كده بقوا حملة مثلا البردعي أو صفحة كلنا خالد سعيد أو الحراك اللي كان رافض للتعذيب إلى آخره. ده معاد الوقت ده بس بزمن 2019. الوضع العادي الوصف ده مش 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 حاجة، الوصف أن الحركات التقليدية أو اللي حاولت تنشأ بعد 25 يناير وصلت لحالة من حالات العجز، والآن هو معاد إعادة التنظيم. ممكن حركات مجموعات صغيرة زي ما كان فيه قبل 25 يناير تستطيع أن تفعل أو تقدم ما لم تقدمه الأحزاب. يعني أنت في رأيك يا أستاذ ياسر إنه القوى الموجودة اللي موجودة من 25 يناير وما قبلها بقليل انتهت؟ لا ما انتهتش، بقول غير فعالة وعاجزة على التحرك الآن. في ظرف سياسي آخر، لو في ظرف سياسي آخر هي تستطيع أن تتعامل في ظرف سياسي مختلف، في حركة وفي فعالية. فلو أنا عندي تنظيم أو عندي قدرة أو عندي رموز أو عندي نخبة أقدر أكون فعال، لكن في هذا الوقت تحت شدة القمع والعجز والضغط وحجم الاعتقال والرهائن إلى آخره داخل النظام، بتصبح هذه الحركة بمؤسساتها وقيادتها ومفكريها في حالة عجز وشلل لا تستطيع أن تقدم. واسرت أستاذ عمار معلش، يعني هل القوى اللي بيطالب بها الأستاذ ياسر دي أنها تخرج دلوقتي، هل دي بتيجي بالنداءات ولا بتيجي بشعور جمعي ما بين مجموعة شباب زي ما عملت 6 إبريل أو زي ما عملت كلنا خالد سعيد إلى آخره؟ هل بتيجي بنداء أم بتيجي برغبة من مشتركة من مجموعة شباب؟ هو دايما بيقولوا إن الحاجة هي أم الاختراع، فيعني يعني يعني دايما حاجة الشعوب للتعبير عن نفسها وعن ويعني رغبتها في إنها تبقى جزء من حركة التاريخ اللي دايما هو في حالة تقدم. إذا القوى التقليدية الموجودة عجزت عن التعبير عن رغبة الشعب أو رغبة الناس في لحظة معينة أو عن تطلعاته أو عن أماله، فالأجيال الجديدة إحنا نتكلم عن بلد 60% منها تحت 30 تقريبا شباب. فبالتالي إذا القوى التقليدية، إذا الأجيال الأكبر اللي هي ممكن يبقى أنا كمان منها، إذا الأجيال دي عجزت عن التعبير عن الطاقة اللي داخل المجتمع اللي بتتفاعل واللي بتظهر في يعني احتياجات في الكورة أو على السوشيال ميديا، دي يعني مع الوقت هتفرز شيء جديد، هتفرز حركات جديدة، هتبقى قادرة على الفعل بشكل مختلف، هتبقى قادرة على تحدي الدولة بشكل مختلف. تمام. لكن ده مش معناه ان المسلمين دورها انتهى. طيب. او ان المطلوب الحقيقي ان هي تقعد ساكتة. طب والسؤال ده بقى لكل اللي على المنصة دلوقتي، انا اعتبر نفسي مع الحاج عبد الرحمن والدكتور حاتم والدكتور لا دكتور عصام شاب صغير والاستاذ قطب شاب عندنا كلنا، الدكتور احمد رامي معلش يا دكتور خلاص احنا بره الليله. انتوا بقى كشباب شباب باحثين شباب ثوريين، بس خالد يعني ايه دوركم بقى بعد ما اعلان تم اعلان الليله دي العجز؟ كل الكلام على العجز، حتى الشباب بيقولوا عجز النخب. لا في بادره امل يا استاذ محمد. طيب اتفضل اختلف اتفضل. لا مش انا ده مش رايي، ده راي الاستاذ ياسر والاستاذ عمار. بس انا مختلف الحقيقه مع هذا الكلام. عشان انا قلت انك معايا يعني. لا لا مع الكلام مش مع حضرتك. لا انت مختلف عشان انا قلت انك انت معايا مش شاب زيهم. لا 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 انا شاب زيهم برضه. طيب هم ياكدوا هذا الكلام. اتفضل.
طيب انا يعني الاول احنا بس نقول بيقولوا زي بيقولوا في الفقه ولا الحكم على شيء فرع عن تصوره. احنا لازم نعرف طبيعه المعركه اللي احنا فيها. معركه احنا معركتنا مش مع السيسي الفصل ده احنا معركتنا مع قوة إقليمية ودولية هي اللي بتدعم هذا الانقلاب العسكري ولا تزال تدعمه حتى هذه اللحظة. معركة كبيرة جدا، في مقابلها احنا قوتنا قليلة ومتفرقة صحيح لغاية دلوقتي، لكن مع ذلك رغم هذه القوة الضعيفة لا تزال في حالة صمود. وانا عارف ان في ناس بتسخر من كلمة الصمود، لكن ده كلام مش ما يزعلش حد. يعني انت مختلف مع الاستاذ ياسر؟ انا بس اكمل، انا اكمل بس فكره انه في فشل يعني او في ما قالش فشل، قال عجز. لا، في حاله صمود موجوده من على مدار الست سنين اللي فاتت، والصمود ده ما بيجيش بالسهل، الصمود ده بيحتاج مقومات، والمقومات دي ما بتجيش كده من نفسها، لا بيبقى في قوى بتوفر هذه المقومات، بتوفر الحد الادنى للناس اللي في السجون، للناس اللي اسر الشهداء، للناس المشردين، بتوفر لهم الحد الادنى من الحياه اللي تخليهم يفضلوا صلبين طولهم. تمام. ده هو ده الصمود. تمام. الحاجه الثانيه في النجاح اللي احنا عاملينه لغايه دلوقتي هو حاله الوعي العالي اللي تزايد خلال الست سنين اللي فاتت، واللي نقل ناس كتير جدا من معسكر الانقلاب الى معسكر رافضي او معارضي الانقلاب. عندنا دول حاجتين طبعا، ده الحاجات دي محتاجه استثمارها في ان احنا يعني حاله الصمود نحولها الى حاله صمود ايجابي. بيجري بيننا والشباب لسه. عندك رد على الاستاذ قطب؟ اتفضل. انا مش معترض على كل كلام الاستاذ قطب، لو احنا بنتكلم في المستقبل ايه اللي ممكن يحصل، فانا ما عنديش اي بالعكس، ده كل التقدير للناس اللي صامده وصبره. الكلام الان هو على المستقبل، ايه اللي المفروض يتعمل؟ طبيعي جدا لما كنا احنا مجموعه خمس اشخاص، لو حضرتك مش قادر تعمل حاجه المفروض اللي واقف جنبك يساعدك او يتقدم. فوصف العجز ده مش وصف يعني مش سمعي. عادي جدا ان بيحصل في اي دوله في العالم، بتوصل قوه سياسيه او مجموعه سياسيه تجد نفسها عاجزه، او بيبقى عندها تصور صحيح ورؤيه الى اخره، بتتقدم زي في الشطرنج بيقول لك ازاي تكسب بعد خمس خطوات لو عدوك هيهزمك بعد ثلاثه. فاللعبه السياسيه للاسف هي لعبه لكنها قاسيه، انت عندك احلام وغايات واهداف، لكن بيحصل في الاخر النتيجه النهائيه ان انت بتخسر. ده بيكون حافز اكتر وصلت. ان غيرك يحاول يتقدم. وصلت. انا هروح عند حضرتك، اتفضل. يعني هي بس احنا دايرين في الفقره اللي فاتت، والفقره ديت ما بين العجز وما بين الفشل، ده الايه اللفظين اللي قالوا كده. لو عملنا تحليل مضمون هنلاقيهم اللفظين الاكثر تداولا في ما انا عاوز يعني مع بعض نصحح الرؤيه دي. يعني انا لسه قاري النهارده للمرحوم هاني شكر الله ان اغلب الثورات انكسرت لكنها ظلت تؤثر في الأحداث إلى أن حققت أهدافها. وضرب مثال على ذلك بالثورة البلشفية. إحنا لو بنتابع الأحداث بتجرد كده اللي بتحصل في المنطقة كلها ردود أفعال على 25 يناير تحديدا. تمام. يعني سواء السياسات اللي بتتبناها الإمارات، السياسات اللي بتتبناها السعودية، السياسات اللي بتتبعها عبد الفتاح السيسي، كل هذه السياسات ردود فعل للفعل الجماهيري اللي حصل في 25 يناير. كويس. وستظل 25 يناير هاجس يؤرق الحكام. تمام. ويؤرق معسكر الثورة المضادة إلى أن تحقق 25 يناير أهدافها. أنا مش مختلف مع أخونا ياسر أو غيره في أن هذه المرحلة إحنا ما حققناش فيها أهدافنا، لكن المعركة لم تنتهي، لأن المعركة مش معركتنا إحنا. لا بس الاستاذ قطب قال من شويه جنب حضرتك على طول يا دكتور احمد، الاستاذ قطب قال انه احنا اكتبنا يعني عرفنا نكتسب كتير من جمهور السيسي لينا احنا. نعم. يعني في هدف اتحقق اهو. نعم. لا يعني احنا نقول ان السيسي انتصر امتى؟ لو ترك حريه للاعلام اللي هو بتاعه. تمام. لو ترك حريه لتشكيل الاحزاب. وصلت. لو اجرى انتخابات حره. وصلت وجهه نظرك. ان هو خلص. وصلت وجهه نظرك يا دكتور، وانا هاخد من كلام ياسر الاستاذ خالد. يا استاذ خالد كلام ياسر الاستاذ خالد. طب يلا انتوا شباب ورونا بقى هتعملوا ايه. القوى السياسيه عاجزه، جماعه الاخوان انت بالنسبه لك يعني في جدارات زي ما انت بتقول عدم ثقه. اوكي، ماذا انتم فاعلون؟ طيب هو يعني حته في جدران. انا خايف من العربي منك انت يا دكتور حاتم. ماشي اتفضل. في جدران فضل. حته في جدران دي حاجه ما حدش يختلف عليها انه من. طيب من ماشي خلاص، في جدران هنعمل ايه بقى؟ خليني اقول لك انه انا كنت مع الشاب اللي اتكلم في الاول اللي قال لك انه الفشل، وانا خايف ان احنا نيجي السنه الجايه ونتكلم تاني نفس الكلام. احنا بقى لنا 5-6 سنين بنتكلم، وكل واحد فينا راضي انه هو يرمي الخطا على الاخر، وان هو كده انا تمام، وانا انا اللي ضحيت اكتر. لا كويس. انت اللي عملت، لا انت اللي مسكت في رجل العسكر. كويس. لا انت اللي نزلت له في 30 يونيو والى اخره. تمام. طيب خلينا زي ما العنوان اللي حضرتك كاتبه ورا الخروج للمستقبل، خلينا اذا كنا بنتكلم احنا عندنا في قوه سياسيه جوه مصر وفي قوه سياسيه بره مصر متاح ليها ان هي تقدر تعمل حاجه
اكتر من اللي جوه مصر نظرا للقبضة الامنية والقمع والى اخره. تمام. طيب ما تيجي احنا كقوة سياسية خارجية نحاول ان احنا نزيل الجدران دي، جدران عدم الثقة دي. تمام. ما تيجي نقرب من بعضينا خطوة بدل ما طيب. انت كل واحد فينا حاطط مصر. طيب تمام. تمام. انا بتكلم في النقطة دي. طول ما المشكلة للأسف يا استاذ محمد، يعني خلينا اقول وهقول يعني جملة صادمة شوية، المعارضة اللي شبه النظام عمرها ما هتنتصر عليه. وبالتالي انا شايف ان المعارضة المصرية باختلاف انواعها تمام هي شبه النظام، وبالتالي لن تستطيع الانتصار عليه. وكل التيارات بالمناسبة لا 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 قاسية جدا بال 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 بالمناسبة لا لا كل التيارات يعني. بالمناسبة كل التيارات لا لا انا برفض لا 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 انا برفضها حتى لا صعب لا قوي تشبيهنا بواحد مستبد قاتل. لا 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 لا, لا 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 انا مش بقول ان احنا شبهه ولا احنا قمعيين زيه ولا ولا، بس احنا بنمارس احيانا ممارسات بيمارسها النظام. اقصاء هقول لحضرتك على حاجه. طيب الدكتور حاتم يرد عليك. طيب طيب ممكن اكمل اكمل طيب اكمل طيب معايا دكتور طيب اكمل بس الفكره. يعني انا مش بتكلم بس على فكره، مش هنا انا مش قصدي ان انا اقول ان جماعه الاخوان المسلمين ولا الاسلاميين هم اللي بيعملوا كده ولا ولا الكلام ده كله. تمام. انا بتكلم بشكل عام على القوى السياسيه. انا قلت يمكن قلت لحضرتك في لقاء من كام يوم انه حتى القوى المدنيه اللي جوه مصر احيانا كانت بتلفظ كيانات زي 6 ابريل والشراكين الثوريين مصر القويه. الحركه المدنيه لما جت تعمل كده قال لك لا مش الناس دي مش معانا. مش معانا ليه؟ مش معانا خوفا من النظام عشان خاطر النظام لو عارف انه 6 ابريل والاشتراكيين السوريين ومع ذلك لم يرحمها النظام. بالظبط كده. فانا بتكلم الاخوان عشان خاطر الموضوع ده فيه حساسيه شويه. مش عاوز اتكلم على الجزئيه ديت، ولكن بتكلم بشكل عام ان المعارضه الناس المتصدره زي ما الدكتور سيف بيقول نخبتنا مصيبتنا في نخبتنا هم المتصدرين للمشهد للاسف الشديد. ولكن لو جيت على مستوى القواعد الشبابيه هتلاقي ان الشباب اللي بتتكلم تمام. بتتكلم صح وبتتكلم من قلوبها وبتقول راي صح بعيدا عن اي مصالح حزبيه او مصالح يعني شخصية. انت بس انت مع الدكتور سيف ان كارثتنا في مصيبتنا في نخبتنا. بالظبط كده. دكتور حاتم عند حضرتك رد. هو المعركه بين مين ومين؟ هل أي. المعركة بين انقلاب عسكري على رأسه السيسي ونخبة سياسية؟ لو احنا صنفنا المعركة كده احنا بنصنفها غلط اصلا. انا في تقديري ان المعركة هي معركة شعب. صحيح. وانه اقوى واكبر بكتير من نخبته السياسية. وان النخبة السياسية بكل تنويعاتها من غير ما ندخل في اسماء يعني كلها مأزومة بالفعل. لكن هذا لا يعني ان الشعب فشل ولا ان السيسي انتصر. اي بس يا دكتور حاتم خليني بس اكمل. يقال في الثورات الشعب عايز حد عايز حد كويس يقوده. كويس كويس. هو انا في تقديري الشخصي جدا انه يعني جزوة الثورة تعتمل في صدور المصريين الى اقصى درجة، وانها تنتظر اللحظة المناسبة لتعبر عن نفسها، وانه لما هتيجي اللحظة دي الشعب المصري هيصنع لها نخبتها الجديدة الا على مقاس الثورة القادمة والمرحلة القادمة، وانه ياريت ساعتها بس ما تبقاش النخبة التقليدية عائق من عوائق هذه الثورة. لما النخبة التقليدية اللي احنا يعني النخبة اللي احنا وغيرنا يعني تمام. انا شايف انه تصنيف المسألة على انها نخبة وانقلاب تصنيف غلط، انما هي شعوب واحتلال بالوكالة، والشعوب هتنتصر النهاردة او بكرة او بعده. وحالة الوعي بتنمو لدى الاجيال اللي موجودة. حضرتك لو بصيت الان شباب اللي قاعدين دول معظمهم تحت 20 سنة. هنسمعهم بعد. ايوة والانقلاب حصل من 6 سنين، يعني الشباب دول طلعوا من مصر وهم تحت 15 طب سنة. هنسمعهم. طب عند في رد من الدكتور الاستاذ منير اتفضل. معلش هو احنا كنا بنتكلم على الـ يعني الجو التشاؤمي في كل شيء. أيوة. ونهينا الفقر اللي فات بالتشاؤم. الحقيقة لا لا الحقيقة لا يوجد تشاؤم. دائما هناك أمل، ولكن الأمل موجود في جزيرة الوراء التي نادت وعارضت بشدة بقوة النساء مع الأطفال مع الشباب. موجود عندما تشد الوضع الاقتصادي على الشعب المصري سينفجر، وانفجار ليس له مثيل. ولا قوى ولا ساعتها قوى سياسية ولا قوى ثورية تمام. ولا أي شيء. طيب طيب تفضل. طب انا عشان الوقت بيجري مني تفضل. طب لحظة بس اكمل. يعني معنى الكلام ان احنا عندنا امل، والامل كبير جدا كويس. وقريب جدا. كويس. تفضل يا استاذ عمار. في حاجة يعني قررت شباب انتوا بقى دوركم تفضلوا. في حاجة قررت بشكل مضطرد في جلسة النهاردة وحتى مذكورة في بيان جماعة الاخوان، وهو ان دي ثورة الشعب وهو اللي هيثور وهو اللي هيقود. الشعب محتاج الهام. محتاج رؤية، وده دور النخب. النخب مش دور انها تنزل في الشارع، الشعب هو اللي ينزل في الشارع، لكن الشعب لن ينزل في الشارع بدون رؤية وبدون إلهام. ولو حصل ونزل لوحده بالضرورة الناتج مش هيبقى كويس. ممكن في النهاية الناس تنزل في يعني انفجار غضب
وده ينتج عنه ان تطلع نخبه عسكريه اسوء من الحاليه هي اللي تقود البلد 10 سنين تانية. صحيح. فهو ده مش عايزين يبقى مبرر ان النخبه تتكاسل. ما هو سؤال ليك يا استاذ عمار بقى، انت وخالد يعني مع حفظ الالقاب، يعني مع حفظ الالقاب، يعني انتوا شباب خلاص يا عمي، احنا اعترفنا ان احنا خلاص قعدنا في البيوت، انتوا بقى دوركم ايه؟ لا ما هو انت ما تعقدش وترمهنا وتقول دوركم ايه؟ معلش يعني انا غلطت يا حاج عبد الرحمن. احنا لا 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 انا 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 أتفضل. انا انا أهو. انا أهو. انا احنا 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 الشباب وخصوصا الشباب الصغير دوره الاساسي هو امتلاك الادوات اللي الكيانات التقليديه اثرت فيها. احنا دخلنا ثوره وخدنا يعني قوى الثوره وصلت للبرلمان ووصلت الى السلطه وهي لا تملك اي تصورات حقيقيه عن اداره الدوله ولا عن العلاقات الاقليميه ولا عن اي شيء، لا تملك خبرات ولا تملك فهم حقيقي لواقع الدوله المصريه ومتى تغلغل العسكر فيها ومتى تحكم. مين اللي كان لا يملك؟ كلنا كلنا كلنا. فاذا الشباب ده مطلوب منه شيء، مطلوب منه ان هو اولا يمتلك الوعي الكافي. الحاجه الثانيه الناس لازم تشتغل، يعني الشباب ده لازم يتحرك ولازم يشتغل في مجموعات صغيره، يشتغل بلا هدى ولا كتاب مبين. لا لا شوف، مش لازم يبقى عنده رؤيه كامله ان بعد 5 سنين هعمل كذا، لكن لازم يبدا يتحرك عشان بعد 5 سنين يبقى راكم رصيد من التجربه والخبرات. جاي لك. طب وانت ردك الاخير قبل ما انزل يا استاذ ياسر، اتفضل. خلينا انا احب نتكلم عن نفسنا، يعني انا ميال ان كل واحد يتكلم عن نفسه. انا بتكلم كواحد من الشعب، دورنا المباشر 5 حاجات. الشخص المناسب يكون في المكان المناسب، حتى لو انا دلوقتي ما عنديش تنظيم ولا حزب ولا حركه ولا هيئه، ماليش في السياسه ما اشتغلش في السياسه، ليه في الاقتصاد اشتغل في الاقتصاد، ليه في الرياضه اشتغل في الرياضه. دي واحد، الشخص المناسب وانا المناسب. بالتالي اول درس لي انا قبل اي حد تاني ان انا اوجه نفسي في مجالي المناسب ومفتيش في المجال اللي ماليش فيه. ادي واحد. اتنين، لازم اكون كفء، ممكن اكون انا مناسب للعمل السياسي ده، عايز انبياء. اتنين، لا مش عايز انبياء والله، الدول اللي حوالينا مش انبياء، هي المانيا ولا فرنسا لا لا ولا لا بريطانيا. انت عايز ان انا اقول لنفسي ان انا مش هينفع مذيع فاروح اشتغل بقال او لو مش نافع ما تشتغل، ايه المشكله؟ مين اللي قال انا مقتنع ان انا نافع جدا؟ خلاص، يبقى المشكله هنا فين؟ يبقى المشكله في الاشخاص. ما انا بتكلم، هو مش قادر يقتنع ان هو مش مناسب، فلازم يجي واحد تاني. على فكره نفس الفكره دي يا استاذ محمد حصلت في الثوره في فرنسا. ما هو بيقول في كله في فرنسا. لا في فرنسا، انا بتكلم على الشباب اللي طلعوا في فرنسا. بدا كل واحد كان الاول يطلع 20,000 متظاهر من ميدان ريبابليك الى ميدان الشاطلي مثلا، بدا انهم كل واحد عاوز يمسك الميكروفون وليه جماعته، بدات تتشتت الناس ديت رغم ان ما فيش ضغوط، بيروح ياخد تصريح يطلع مظاهرات. لا يمكن عسكري بيحفظ امنه هو ولا يحفظ ولا بيهدده، بالعكس ده بيحفظ امن المتظاهر. ورغم ذلك كل واحد اخذ الميكروفون وبدا يتكلم على مزاجه، وتفتتوا الى ان ممكن الاستاذ قطب قال كان في باريس في صحف التركديرو، انا ما رحتش الحقيقه. ليه؟ لانك هتلاقي بكتير وخالص 50 واحد. اما يعني انا يمكن طيب يمكن مناسبه، لا يمكن مناسبه، يعني هي موضوع الانا في كل شيء، عارف الانسجام افضل شيء. يعني ده مطلوب. الحاجه الثالثه عشان انزل الجمهور، قلنا اشخاص، الشخص المناسب، بعدين لازم اكون كفء، لو قررت اشتغل في الاعلام لازم اكون كفء في الاعلام، اشتغلت في السياسه لازم اكون كفء في السياسه وده مش عيب. ثلاثه، مؤسسات، العمل الفردي مش هينفع، ممكن اكون انا كويس وجاهز لكن اللي هيخدم الناس لازم يكون في عمل مؤسسه. السياسه ليها مؤسسات مش لجان، مش اتنين هيعملوا حاجة، والأحزاب السياسية أو التيارات السياسية هي كمان مؤسسات، سواء كان التفكير مؤسسة، اتخاذ القرار مؤسسة، السياسات العامة وإدارة الدولة مؤسسة، الأمن القومي مؤسسة، تمام. الأمور الاستراتيجية مؤسسة. شخص، كفاءة، مؤسسات، إعلام، لأن ده اللي هتتواصل فيه مع الناس. أنت عايز تخدم الناس، هتخدم الناس ازاي مهما كنت كويس وعظيم وعندك مؤسسات من غير ما يكون عندك اتصال جيد مع الناس؟ جزء من مشاكلنا ان احنا اتصالنا طائفي محدود حزبي، مهما كان عددنا كبير عمالين نتكلم بنفس لغه مجموعتنا حتى لو كانت اغلبيه، في حين المصريين 100 مليون في ناس كتيره جدا همها اليومي سياسه، همها اليومي في الاكل والشرب والكرامه، ودي صلب
السياسه. طيب. بس احنا بنظن ده حاجة. طيب سريعا الحاجه الاخيره الاتصال والحوار، ان انا ما ينفعش اكون معزول عن محيط اللي حواليا. طيب. ولازم اطور قدرتي على الاتصال. هسيب لحضراتكم دلوقتي، اتفضل حضرتك انت اتفضل، حد يديله المايك. ايوه اتفضل اتفضل. سؤالك لمين بقى؟ لاي حد يعني، اي حد في القاعه. اه طيب اتفضل. دلوقتي اغلبيه الاراء يعني متفقه ان روح المقاومه لم ولن تنتهي. طب دلوقتي احنا بنشجع كوره بنموت، بنركب القطر بنموت، بنمشي في حالنا بنموت، بنطالب بحقوقنا بنموت. طب بعدين 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 مين مين يعني مين هيقوم؟ مين هيقاوم؟ يعني مش هتبقى حد اصلا لو فضلنا كل شيء نقول يعني لو قمنا قومنا هنموت، وبالتالي مش هيبقى في حد. يعني هو في الحالتين احنا بنقول بعدين بعدين بعدين، يعني بنقول دلوقتي الظروف صعبه. طب قصدك احنا مأجلين المقاومه دلوقتي لبعدين؟ في الاخر بنموت اصلا، يعني بنروح نشجع بنموت. طيب ممكن بموت. ممكن مين يجيب لك على السؤال ده الاستاذ؟ يعني اللي يقدر يجاوبني يجاوبني. اتفضل استاذ منير اتفضل. الحقيقه الثوره الفرنسيه فضلت اكثر من 90 عام 90 عام، وكانت شوارع فرنسا تقريبا مليئه بالدم، وليس شخص واحد، يمكن اكثر من 2 مليون ماتوا في الثوره الفرنسيه. معنى الكلام أن تتطهر الثورة بالدم وليس عكس ذلك. ربما الثورة الفرنسية كان اشتغلت على مراحل، بالفعل في أول مرحلة بدأت، المرحلة الثانية ربما قريبا تبدأ، ربما قريبا عندما لم يجد المواطن لقمة العيش، عندما يجد المواطن نفسه أنه انتهى حياته أو أولاده. بس أنا خليني أخذ من كلام الأستاذ ياسر، وده كلام مهم، بعدين دي ربما تكون خير لأن احنا نمتلك أدواتنا، زي ما قال الأستاذ ياسر وزي ما قال الأستاذ عمار برضو، إن احنا طلعنا في 25 كان عندنا نوع من المراهقة، لكن مع الأستاذ منير أن الثورات مش فسح، الثورات لحظة إيمان وإلهام حقيقي ما بتحصلش كده على طول، فربما بعدين دي خير. سؤال حضرتك اتفضل. أنا سؤالي محدد للأستاذ خالد إسماعيل. أستاذ خالد، حاجتين حضرتك اتكلمت، اول حاجه قلت له البيان بتاع جماعه الاخوان المسلمين اللي خرج اليوم صدره اليوم، قال لك البيان يعني اللي هو طبيعي واللي هو حاجه بتطلع كل شويه بس ما قالكش حل. جيت كلمته تاني في ان احنا طب سؤالك ليه ايه؟ ماشي سيبك. ايوه بالظبط. آه. ايه حل حضرتك جيت برضو علقت على عنوان البرنامج الخروج للمستقبل، برضه فضلت دخلت في سكه ان هو هنخرج ازاي من المستقبل ولا هنعمل ايه، في الاخر ما سمعتناش حل، اللي هو برضه فضلنا ايه اللي هو بنعلق بس على الكلمه اللي هو ليه المستقبل وان ما فيش مستقبل، مع ان كلام باقي الناس لا احنا لازم نتفائل وان لازم نشيل كلمه ان ما فيش عجز وما فيش مش عارف ايه. قرب المايك. ما فيش عجز ومش يعني عارف. سؤالك ليه اللي هو قول ايه الحل بقى؟ ايه الحل من وجهه نظرك بالظبط؟ سريع يعني الاثنين حاجتين اللي هو قال فيهم السلبيات بس، يعني ماسك في السلبيات، ايجابيات حضرتك بقى وفكر حضرتك في الفتره القادمه. طيب تمام. وانا يمكن انت ما خدتش بالك من كلامي، انا قلت انه احنا كمعارضه في الخارج علينا دور، لان في جزء من المعارضه الداخليه في داخل مصر مقموعه وبتواجه قمع امني، وبالتالي هم ما عندهمش اللي احنا نقدر نعمله نقطه، وبالتالي علينا ان احنا نتجاوز ونكسر الجدران بتاعه عدم الثقه اللي اتبنت من اول 19 مارس لحد وقتنا هذا. أيوة ده كلام برضو يا استاذ خالد، زي كلام زي ما انت وصفت الاخوان، يعني ده كلام برضو ممكن يكون مبادئ عامه، لكن ايه بقى تحديدا؟ طيب تمام. انا لازم خطوات تتخذ، يعني انا لازم خطوات تتخذ في المجال ده. انا حضرتك النهارده بتتكلم على البيان بتاع جماعه الاخوان المسلمين اللي صدر النهارده، في بيان تاني صدر محترم جدا من يومين تمام لمجموعه من او جناح من جماعه الاخوان المسلمين. انا شايف البيان ده بيان رائع جدا، وشايف ليه صدى كبير جدا، انا تابعت الفيسبوك من كام يوم، شايف فيه صدى جامد جدا للبيان دوت ومحترم، وفي جمله بتلخص القصه دي كلها، بتقول انه العمل من اجل قضايا الدوله من اجل هموم الوطن تمام في يعني هو ارحب من العمل من اجل برضه يا استاذ خالد. هو سؤاله عايز اجابه سريعه، انت هتعمل ايه بقى؟ طيب عشان الوقت خلص مني. بص انا كخالد مش يعني خالد لوحده مش كفايه، لا انا عاوز ان يكون عندنا طول يعني طول نفس المجموعه اللي بتحاول، يعني جدران الثقه اللي اتبنت من 9 سنين لحد دلوقتي مش هتتهد في يوم. لا خلاص 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 خلاص. لا 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 انا مش موضوع جماعه الاخوان المسلمين خالص. تمام. انا بتكلم ما هو في بيان لجماعه الاخوان المسلمين اول امبارح وانا بثني عليه. هي الفكره انه انا بطالب المعارضين من كل الاطياف ان هم يطولوا. طيب. نفسهم شويه لان جدران الثقه ديت جدران عدم الثقة
الثقة اللي اتبنت في 9 سنين مش هتتكسر. طيب في سؤال يوم ولا ليلة. سؤال هنا تفضل حضرتك سريعا. سؤالك لمين بقى؟ المستشار أيمن. مستشار أيمن الورداني تفضل. دلوقتي احنا كنا بنتكلم في جزئية مثلا زي قضية فض رابعة، زي قضية موت أستاذ الدكتور محمد مرسي، تمام؟ قلنا إن احنا بنتحرك مثلا بقضايا دولية، تمام؟ ممكن المعظم فينا ما يعرفش أصلا حاجة عن تفاصيلها، تمام؟ كل المعروف اللي هو العنوان، تمام؟ طيب ودلوقتي كان في أحد الأساتذة قال زي إن هو في قوى دولية معادية، تمام؟ ووصفهم مثلا باللي هم زي السيسي مثلا بينفذ أجندته، تمام؟ دلوقتي سؤالي اللي هو احنا ازاي مثلا بنستجير زي المحاكم اللي موجوده بره او بقوه زي دي وبنرجع نقول عليها معاديه، تمام؟ زي منظمات حقوقيه يعني موجوده في الدول. يعني سؤالك ازاي بنلجا لهذه المحاكم بينما نحن بينما المحاكم دي اصلا يعني تحت غطاء دول اصلا احنا بنعتبرها هي دول معاديه، ضغط دولي معادي. تمام استاذ المستشار اتفضل. تمام انا هجاوب على السؤال ده من شقين اثنين، جزئين اثنين. انا سافرت اوروبا و ممكن بيسالوك تعالي صوتك شويه بعد اذنك اتفضل. لا الميكروفون تمام بس صوت حضرتك اتفضل. انا هجاوب على السؤال على شقين اثنين. عايزين نفرق ما بين المنظمات او الهيئات الدوليه وبين مواقف الحكومات الغربيه. الحكومات الغربيه تتحدث عن دعم كامل للانقلاب، لا توجد رغبة ولا إرادة لهذه الحكومات في الدول الغربية في محاكمة الانقلاب، لأنه مرضي عنه، هو ينفذ سياسات الغرب يريد هذه السياسات في مصر. أما الهيئات الأخرى زي هيومن رايتس ووتش وغيرها وغيرها وغيرها، فهذه هيئات أيضا توجد في هذه الدول التي تدعم الانقلاب. هذه الهيئات والمنظمات تخاطب الشعوب ومسموعة لدى شعوب هذه الدول. أنت تقدم لها هذه الطلبات أو تتقدم بدعاوى أمام هذه الهيئات المحترمة، وذلك سواء لإحراج هذه الحكومات أمام شعوبها أو لفتح هذا النظام الانقلابي. أنت تسدد وتقارب. أنت يعني أنت طب هنا سؤالي بقى، أنا هكمل على الصديق أو الزميل. الرئيس رجب طيب أردوغان ألقى بقنبلة أو أعلن أمام 20 دولة في العالم قضية الدكتور مرسي. طيب احنا بقى هنعمل ايه كإجراءات وكورق عشان نستغل الحدث او اعلان الرئيس أردوغان بالقضية دي؟ والسؤال التاني اللي كان سأل الاخ، هل هنفشل زي قضية رابعة؟ كويس. انا بس عايز اقول لحضرتك حاجة، التقدم بأوراق إلى المنظمات الدولية أو إلى المحاكم الدولية أو إلى المفوضية بالأمم المتحدة تم بالفعل من خلال جهات محترمة. أنا كنت لسه في تواصل مع الدكتور عبد المجيد المراري من يومين اثنين بس، وهم تقدموا بالفعل بأوراق بشأن مقتل الدكتور مرسي واستشهاد الرئيس مرسي في محبس. الإجراءات بتتم على قدم وساق. وعايز أقول لحضرتك على حاجة، قضية فض رابعة والقضايا الأخرى لم تمت إلى الأبد أمام المحاكم الدولية، ولكن عادت مرة أخرى لأن هناك عيب في الإجراءات. وأنا لا أريد أن الحلقة لا تتسع لهذا، لعل ما جالها حلقة أخرى. كان في خطأ في الإجراءات، وقضية الروهينجا عادت مرة أخرى بعد أن أوقفت كقضية فض رابعة، والآن هناك محاولات لإعادتها مرة أخرى للمحاكمة من المحكمة الدولية. هذا الأمر أمر تتم فيه إجراءات ويتم فيه تواصل وتم تقديم. كتر خير جديدنا أمل. طب سؤال أخير من هنا، سؤال أخير بقى فضل. كنت عايز بس السؤال للدكتور محمد الفي. دكتور الأستاذ محمد الفي تفضل. حضرتك كنت قلت من شوية النظام، علي صوتك بقى. كنت قلت من شوية النظام فشل في القبضة الأمنية. أنا بس أسألك إزاي النظام فشل في القبضة الأمنية والأسعار كلهم بتغلي، ما حدش قادر يفتح بقه، الناس كلهم بتموت، ما حدش قادر يتكلم. ده رئيس الجمهورية اللي هو رئيس الجمهورية، الناس ما عرفتش تصلى على الجنازة. إزاي القبضة الأمنية فشل؟ أمال لو القبضة الأمنية ناجحة كان إيه اللي حصل؟ لو القبضة الأمنية ناجحة كان إيه اللي حصل؟ أنت ده فشل. أنت حضرتك قلت فشل. اسمك إيه يا أستاذ؟ مش مهم اسمه بقى، خلاص مش أنت لازم اسمه. مش أنت لازم. أنت سمعتني قلت النظام فشل في القبضة الأمنية؟ أنت حضرتك قلت النظام فشل في القبضة الأمنية. أنا قلت كده؟ طبعًا لا، ما قلتش كده. لا معلش، يعني النظام، أنا قلت النظام بسبب القبضة الأمنية فعل وفعل وفعل وفعل، أغلق المجال السياسي وفعل وفعل. أنا ما قلتش فشل في القبضة الأمنية. الشيء الوحيد اللي النظام عمله بكل معاني الإجرام
هو إحكام القبضة الأمنية على الحالة السياسية في والحراك الثوري في مصر. طيب أنا الوقت هي دي النقطة المهمة. أنا شكرا. خليني يا أستاذ محمد عندي سؤال من عندي سؤال وجه إلي. طيب سريعا الله يخليك. عندي سؤال وجه إلي. الأخ اللي تحدث عن البرلمانيين المصريين، أنا عايز أقول له إحنا كبرلمانيين مصريين اسمنا المنتدى المصري برلمانيون لأجل الحرية، وإحنا خدنا العمل البرلماني من خطاب شرعية إحنا تجاوزناه من بدري، وكنا بنتحدث مش لسنا النواب الشرعيون الذين يجب أن تعود شرعيتهم بعد الثورة. تمام 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 لحظة تمام عشان وقتي أنا ما عنديش عملنا لحظة إيه؟ ما عنديش لحظة أنا وقتي عمر صناعي عملنا آخر إيه؟ جملة لحضرتك إحنا فضل. زرنا كل برلمانات العالم ورفعنا القضية، ويمكن كان في بعض هذه الزيارات أخونا المستشار أيمن الورداني، وآخر زيارة لينا كانت طيف شعبي واسع تمام. يضم برلمانيين وغير برلمانيين تمام، تمام، لرفع تمام. القضية لا 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 ما فيش وقت ما عنديش اسمعوا. لا لازم وقت معلش هم متضايقين بيقول لك وعينك كده ايه اللي بعد اللي حضرتك عملته ايه اللي حصل بعد اللي انت عملته طب ما تسمع ما انتوا عايزين تسمعوا مفيش اجابه مقنعه من اللي حضرتك بتقوله بعد البرلمانات العالميه اللي انت زرتها ايه اللي حصل بعد كده يا عزيزي ايه اللي حصل انت ممكن تقول السؤال ده لكل حد في الحاله المصريه كلها ايه اللي حصل الانقلاب لسه موجود المراكز البحثيه الانقلاب لسه موجود المؤسسات الحقوقيه وسؤالي سؤالي للجميع سؤالي دلوقتي للجميع مش لحضرتك بس ايه اللي حصل من القوى الثوريه في الخارج والداخل طيب. وفي اي حته من الوضع اللي احنا فيه بقى لنا ست تمام تمام خلاص انا وقتي خلص انا وقتي بعتذر لك وقتي خلص خلاص بشكرك جدا على كل حال أستاذ قطب خليني أسألك سؤال مهم جدا واختم به الحلقة بعد إذنكم بس بعد إذنكم كان الأستاذ ياسر الحقيقة قال كلام علمي جدا وبناء على الكلام ده هو سؤال آخر حلقة أستاذ قطب من وجهة نظر حضرتك كيف نضع رؤية للقادم الرؤية نضعها جميعا ما فيش حد الآن ينفرد بتحديد مسار للثورة المصرية لوحده ما فيش كيان ولا قوة سياسية لوحدها تقدر تنفرد بتحديد المسار المسار يحدده الجميع تساعد فيه المراكز البحثية تساعد فيه القوة السياسية هقول لك كلام خالد إسماعيل ما ده كلام عام لا لا ما أنا بقول لك هو هنحطهم مع بعض القوة السياسية الآن بعد أن زالت يعني إحدى العقبات اللي كانت بتدعيها من قبل خلاص الآن لم يعد هناك أي إشكالية أن الناس تلتقي مع بعضها كلها وأتصور أن الأيام القادمة هتشهد هذا الشيء وعشان كده السيسي مرعوب بالفعل مش كلام أي كلام اسمح لي اسمحوا لي عشان كده اعتقل ناس موجودة في الداخل من القوى المدنية طيب. في الفترة الأخيرة لأنه خايف جدا من عملية التقارب اللي هتم دي الثورة يعني احنا لسه في الثورة لم تنتهي الثورات في العالم بتاخد وقت طويل الثورة جولة منها أو جولات عدت لكن لسه باقي لها جولات أخرى ومصيرها هتنتصر في الآخر لأن الثورات تمرض ولا تموت بشكرك في السوق العربي دكتور أحمد رامي كيف نضع رؤية بس لحظة واحدة وهجي لك والله لحظة واحدة بس أستاذ دكتور أحمد لا لو سمحتوا عشان بس يبقى في نظام أرجوك أستاذ دكتور أحمد طيب. أنا بس بختلف مع الأستاذ قطب إن الرؤى ما بتصنعش يا شباب ولكن لحظة بيبقى واحدة فيه لو سمحتم بيبقى في أصحاب رؤى لديهم الرؤى بيبقى في مراكز دراسات يعني إحنا مش هنقعد في ورشة فنخرج بعدها برؤية يعني ولكن الكلام دوت بيعوز ان احنا نستمع الى اصحاب الرؤى او المراكز البحثيه او ما الى ذلك وان هي تكون بالفعل اتفق معاه بقى كما اختلفت معه فانها تكون رؤيه جامعه ما تخصش فصيل من الفصائل بحيث ويكون اولويتها ان هي تحقق الشعارات بتاعه ثوره يناير اللي هي العيش والحريه والعداله الاجتماعيه بشكرك دكتور احمد رامي الخيادي بحزب الحريه والعداله دكتور عصام عبد الشافي المراكز البحثيه هي من عليها ان تضع الرؤيه تفضل حضرتك لا بس خلوني بس اركز على حاجه يا شباب مع كامل الاحترام والتقدير لحضراتكم جميعا انا بس علي صوتك كلمه مهمه جدا قالها ياسر ان احنا اذا كنا كلنا دلوقتي في محنه فكلنا بايدينا وامكانياتنا وقدراتنا نقدر نحول المحنه ديت لمنحه ايوه تقدر تحول المحنه لمنحه انك انت تعمل اللي عليك في هذا التوقيت بمعنى انك انت والله دايما بنقول دايما عندنا فرص وعندنا تهديدات اتيح لك الان ان تكون خارج دولتك
تتمتع بجو من الحرية، تستطيع فيها أن تبني نفسك، تستطيع فيها أن تكون تمتلك إمكانيات وقدرات ومهارات، بمعنى بحيث في النهاية إذا أتيحت لك الفرصة أن تكون فاعلا في مشهد من المشاهد تمتلك من الإمكانيات والقدرات ما تستطيع به أن تكون فاعل. الأمر مش صعب، وأنا كنت دائما على كل وسائل التواصل الخاصة بي أقول افعل ما يمكنك القيام به حتى لو كان بوست. مجرد انك انت تكتب بوست تؤكد فيه على بقاء الثوره وعلى الامل في الثوره، مجرد انك انت تكتب بوست تؤكد فيه على ان هناك رئيس شهيد، على ان هناك عشرات الالاف من المعتقلين، هذا احياء للقضيه وتجديد للامل في النفوس. كلنا دون استثناء متضررين من القضيه، كلنا دون استثناء متضررين من الوضع اللي احنا فيه، ولكن في النهايه ما فيش واحد نسمع لا ننتظر ننتظر كلنا دون ما فيش واحد من الموجودين الا وهو متضرر، اما في شخصه او في اهله او في ماله او في عائلته او في بكل الاشكال دون استثناء، وبالتالي كلنا دون استثناء. لا ما هو لا 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 ما هو مش هينفع، لازم يكمل لا كمل كمل لا مش هينفع مش هينفع لا 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 انتظر 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 ما ينفعش، خلينا متحضرين الله يخليك. في النهايه في النهايه في النهايه شباب في النهايه احنا زي ما بنقول كده كل واحد ايه كل مقدر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له، ميسر لما خلق له. انت النهارده انا النهارده مسؤول عن مؤسسه بحثيه، فدوري سيكون الاجتهاد في اطار هذه المؤسسه البحثيه على انتاج اوراق او تصورات او مقترحات او افكار ترفع لصانع القرار او تنشر وعي. طيب انت في محيطك لا تمتلك من الامكانيات والقدرات ما تستطيع ان تقوم بما اقوم به الان، ولكن في النهايه انا ما عندي دايره، هذه الدايره احافظ على كيفيه التوافق فيما بينه، التواصل فيما بينه، على الاقل مثلا عندنا عدد كبير من النماذج انا شاهد عليها، نماذج شبابيه عندما خرجت من مصر لم يكن لديها من الامكانيات او التاهيل ما تستطيع به ان تقف امام كاميرا، الان اصبحت رموز، اصبحت شخصيات، اصبحت تمتلك تاهيل. فانت اتعب على نفسك، كل واحد فينا المطلوب يتعب على نفسه، احنا بندافع عن قضيه مش متاح لي النهارده. الدكتور محمد الفقي اتكلم عن القبضه الامنيه وهذه حقيقه، ولكن في النهايه هذه القبضه الامنيه الثورات لا تعترف باي موازين لاي قبضات، وبالتالي هناك دائما ما نسميه الثغره او الانتفاضه او الشراره التي يمكن ان تشعل الجميع دون استثناء. وبالتالي لما اجي اتكلم النهارده على مجموعه من الكيانات او نتكلم على فكره عجز، العجز مش معناها ليس مؤشر على الانهيار او الفناء او ضياع الدوله او ضياع الكيان او الجماعه، احنا بنتحدث على ايه؟ ان هذا عدم كلمه العجز معناها عدم قدره، وعدم قدره لا تعني غياب او تغييب جماعه بحجم الاخوان المسلمين، ولكن تعني انه يمكن اعاده النظر في بعض السياسات او في بعض الوجوه او في بعض المنصات او في بعض المظلات التي تستطيع ان تكون اكثر فاعليه واكثر حركيه في اداره المجلس. دكتور عصام عبد الشافي بشكرك جدا سياده المستشار ايمن الورداني. لحظه انا بس عايز اقول ان انا سعيد جدا بهذا الهاج من الشباب، ولانهم من سيصنع مستقبلهم لابد ان يكون لهم كلمه ولابد ان يكون لهم راي، لان هذا المستقبل هو مستقبلهم هم. من اين نستمد الامل يا شباب؟ نحن نستمد الامل من امرين اثنين، من ديننا، من عقيدتنا، ومن التاريخ. الدين ديننا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما خرج طريضا من قومه وعد الذي كان يتابعه سراقة، سيدنا سراقة، بسواري كسرى، رجل طريض من قومه، هذا اليقين وهذه العقيدة، وعده بسواري كسرى، معنى ذلك أنه ستفتح فارس، وفارس في ذلك الوقت كان من يذهب إلى فارس يعني خادم كسرى يقال له ملك العرب أو سيد العرب. هذا الرجل الرسول عليه الصلاة والسلام الطريد من قومي من هؤلاء العرب الأجلاف يعد، لحظة بس أخلص الجزئية دي، أنا مقدمي دقائق خلاص دقيقة واحدة بس، يعد شخص ذهب وراءه ليأخذه بسواري كسرى، والرجل بعد ذلك يكون في المدينة ويقول أنا الرجل الذي وعده رسول الله بسواري كسرى، بعد ذلك يلبس سواري كسرى وتفتح فارس. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو محاصر في غزوة الأحزاب كان يقول الله أكبر فتحت رومية، الله أكبر فتحت فارس. هذا الأمل نستمده من دينا، أيضا من التاريخ. التاريخ يثبت أن هؤلاء الطغاة دائما وهؤلاء الظالمين يهلكون، أين القذافي، أين علي عبد الله صالح، أين فلان، أين فلان، وهذا ديدن التاريخ مع كل الطغاة وكل المستبدين. الشعر يقول في النهاية أختم بها كما قال الأستاذ قطب العربي أن الثورات تخمد ولكن لا تموت، إن اشتعال النار في جوف الثرى أمر يثير حفيظة البركان، وتتابع القطرات يعقبه سيل يليه تدفق الطوفان. هذه الثورة وإن كانت خمدت فإنها ستعود مرة أخرى وستنتشر إن شاء الله. بشكرك جدا سيادة المستشار. أستاذ منير عند حدك دقيقتين الله يخليك، هلا هو عنده مايك، تفضل تفضل. يعني كيف نضع الرؤية أو إيه رؤيتك؟
يعني أظن اللي هو التجمع بدل التفريق، أظن الهدوء بدل، يعني أعرف أن الشباب لديهم شعلة ونتمنى أنها لا تنطفئ نهائيا. الثورة قادمة لا محالة، سواء أنت قمت بها أو غيرك قام بها، الثورة قادمة، رضينا أم لم نرضى قادمة، وقادمة ربما قريبا، ربما الشوط الأول انتهى من زمن الثورة، ولكن الثورة قادمة لا محالة. وربما الأمل فيكو وفي كل الشباب اللي عنده نشاط وحركة. شكرا أستاذ منير. أستاذ ياسر، كلمتك الأخيرة في الذكرى دي. يعني تعلمنا حاجة بالدم الحقيقة، أن السياسة ليست نزهة، السياسة صراع ولعبة عالية المخاطر، هذه طبيعتها. وإن صح التسمية هو جيم مختلف موازين القوى، هناك سلطة مستبدة لديها شبكات مصالح، لديها جيش ومؤسسات أمنية وقمع وسلاح ودعم دولي وخارجي، وبالتالي ما فيش حد حيوفر لنا توازن القوى. العبء علينا أكتر، كل التجارب اللي بتحكي الشعوب اللي مرت وتحولت وقدرت تواجه هذا النظام المختل، تميزت بإيه؟ إن أفرادها أو شبابها كانوا أكثر تعليماً، أكثر تسييساً، فاهم طبيعة السياسة كويس. سياسة مش بس في الكتب، الدولة المصرية حالياً 70% من الموازنة، يعني الفلوس اللي بتخش للبلد عشان يصرفوا على البلد 70% من جيوبنا من الناس، ودي حاجة الناس بتتخيل ان انت مالكش قيمة. قدامي تالت دقيقة والهواء يخلص، اتفضل. 70% من الناس و47 واكتر من خمس، يعني قريب من 50% بيتصرف على سداد الديون. تمام. السياسة مش سهلة، السياسة محتاجة مننا ان احنا نتطور، لان نخبتنا علمتنا دلوقتي كده ان احنا لازم نكون اكثر تعليما، تمام، تسييسا، تنظيما، وموارد مالية. بشكرك استاذ ياسر. استاذ عمار، سريعا لان قدامي تالت دقايق. سريعا، شرارة اللهب اللي احرقت محمد البوعزيزي لم تنطفئ. حركة الثورات انطلقت في المنطقة لأسباب تاريخية وأسباب اجتماعية، مهما تصدوا ليها يعني سيكون هناك موجات تالية. الشباب اللي حاس إن هو تعبان وإن هو يعني تضرر، أبشر، المعاناة الحقيقية قد تبدأ لاحقا. إحنا مش في نزهة، واللي حاس إن هو تعب انسحب من المعركة أو انتزع دور، استعد للجولات الجاية، اصنع نفسك، ولو النخبة أنت شايفها عاجزة امتلك انت دور، اصنع انت مساحة، لكن هذه المعركة لم تنتهي، هذه المعركة لم تنتهي. شكرا استاذ عمار. استاذ خالد اسماعيل، سريعا، انا ما قداميش غير دي، اتفضل يا فندم. طيب، انا هاكد تاني على نفس المعنى اللي انا قلته واللي اكد عليه استاذنا الدكتور عصام عبد الشافي، انه الشباب هم اللي عليهم الدور ده، ومش كلام مرسل ولا اي حاجه خالص. علينا ان احنا نقرب من بعض، علينا ان احنا ناخد خطوات في اتجاه بعض، علينا ان احنا نحاول نكسر الجدران اللي احنا من اول 19 مارس لحد دلوقتي نحاول ان احنا نكسرها. عندنا تجربه مهمه قوي، عندنا اشتراكيين ثوريين، عندنا 6 ابريل، عندنا اسلاميين، عندنا شباب من كل الانتماءات والتيارات موجودين في كل، مش في تركيا بس، في كل الدول الاوروبيه نتيجة اللي خرجوا من مصر بعد الانقلاب العسكري. وبالتالي الناس دي عندها القدرة ان هي تقدر تستغل المساحة اللي هي عندها، مساحة الحرية اللي هي عندها، ان هي تقرب من بعض وتتجاوز الخلافات اللي ممكن في الاخر تقربنا المربع في الاخر، ان احنا الناس اللي في مصر ترجع لينا احنا كقبلة. شكرا استاذ خالد اسماعيل. الحاج عبد الرحمن شكري، اتفضل. المايك بتاع حضرتك، اتفضل. هو تمام شغال، اتفضل. الواحد الحقيقة سعيد بحالة الغضب عند الشباب، وده يعني أن الثورة مستمرة، وهذا اللقاء كله مع بعضه يعني أن هذه الثورة حية، وأن كل الأجيال مصرة على هذا الهدف، لكنه البحث عن المخرج يستلزم منا أن احنا نقعد مع بعض ونفكر بشكل مسؤول مع بعض، مفيش كبير مفيش صغير. وباسم البرلمان المصري في الخارج بدأوا كل الحاضرين وعلى رأسهم الشباب، لأن احنا بالفعل اتفقنا داخل البرلمان نتيجة الحالة اللي احنا عايشينها والبحث عن مخرج للموقف والظرف، ويعني معايشتنا بكل الألم إخواننا اللي في المعتقلات والأسر المضرورة، فبدعوا الجميع أنه إن شاء الله إحنا بننظم هذه الفعالية، أن نسمع الشباب. بشكرك جدا والله على ده. طيب، أنا قدامي دقيقة بس مع الأساتذة، دقيقة واحدة وهختم أنا، تفضل. نسبة الأمية في مصر 25%، وفي كمان فوقهم 7% أميون ولكن متعلمون محو أمية. المجموعة اللي قدامي دي أنا اشتغلت طول عمري كله مع الشباب،
من 98 وانا شغال استاذ في الجامعه، وبالتالي انا محتاج اسمع منك ان تلقي في ملعب الكره فقط، هذا لا يمكن. وبالتالي انا شغلتي ان انا احاول اعلى بالوعي بتاعك، وانت شغلتك انك تفكر معايا عشان نخرج كلنا من بعض. بالظبط. بشكرك دكتور احمد. دكتور حاتم سريعا. مصر بلد اكثر من 60% من مكونه السكاني شباب، وبلد يملك هذه الطاقة الشابة والطاقة الحية، لا يمكن أن يهزم بعصابة من العسكريين الجبناء. الثورة يقينا ستشق طريقها وستهزم أعداءها وستحكم مصر وتحكم المنطقة. بشكرك دكتور حاتم. دكتور محمد سريعا بقى تفضل. الملايين اللي خرجوا من أول 25 يناير ما زالوا موجودين مستنيين نص فرصة علشان يكملوا ثورتهم. طول ما أهداف الثورة دي ما تحققتش، الشعب والبلاد دي لن تستقر ابدا حتى تتحقق هذه المطالب. ستتحقق هذه المطالب بكم وبالجميع، وانا اخشى جدا 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 من ان انا اشم رائحه صراع جيلي. احنا عايزين نبقى زي فريق الكوره كده، في ثلاث اجيال. تمام. جيل تحت السن، وجيل وسط، وجيل عنده خبره. كل ده مطلوب. اهم حاجه زي ما قال أخونا الأستاذ ياسر، 20 ثانية بالضبط، الفعالية والكفاءة. بشكرك جدا. على كل حال في الختام، أنا قدامي 20 ثانية في الختام، أنا بشكر كل أساتذتي، وأنا عايز أقول لحضراتكم إن أنا تعلمت من كل الناس اللي هنا، من أول الأستاذ قطب وانتهى بالأستاذ محمد الفقي. أنا جيت هنا معلوماتي مش زي ما خرجت من مصر، اتعلمت بالأساتذة دول كلهم وأنا محتاج ليهم. فأنتم محتاجين للجيل ده زي ما قال الأستاذ محمد الفقي، محتاجين لروح الدعوة بتاع الأستاذ عبد الرحمن. لكن في النهاية أنا بس افتكرت جملة قالها جوستاف لبون في كتاب اسمه روح الثورات، قال إن الإيمان سحره عجيب جدا وغير قابل حتى للعقلنا. يعني الإيمان اللي بيؤمن بعقيدة بيرفض تماما كل المقاييس العقلية، اللي بيؤمن بعقيدة بيفادي بيها، بيروح بيها في روحه زي ما الدكتور مرسي عمل كده. والثورة برضو محتاجة إيمان. الثورة مش محتاجة ناس تقف حكام تتهم الناس بالتقصير، تتهم شباب إنهم خلاص ما عادش ليهم لازمة. أسهل موقف إنك تقف وإنك تبقى حكم. الأفضل إنك أنت تتعاون زي ما قالوا الأساتذة مع الناس دي، ومعاكم أنتوا هتبقى ثورة. وأنا رأيي إن الحماس اللي فيكم ده دليل إن الثورة مستمرة ما ماتتش وفي أمل. خليني أقول لكم شاكر لكل ضيوفي اللي حضروا، وشاكر للشباب اللي موجودين حماسهم اللي دفعني الحقيقة إن أنا بجري أهو، وشاكر لفريق العمل. إلى أن ألقاكم يوم السبت إن شاء الله، تصبحوا على وطن حر، أصبحوا على خير.